اوكي جايز، اليوم بدنا نروح نفتح التنسر فلو بلاي جراوند. طيب، وبدنا ندخل على التنسر فلو بلاي جراوند. فاهمة ايش السالفة؟ بس اوكي، اللي هو هيو احنا هلا في التنسر فلو بلاي جراوند، وتركيزنا بهذا الفيديو انه نحل السبايرال سولوشن. طيب، ف like we can see this is the default، انه الريشيو 50، نويز 0، باش سايز 10، ليرنينج ريت 0.03، تان اتش، نو ريجلايزيشن. اوكي، and it's a classification problem. If we run the كود يعني بنلاحظ انه التست لوس والترينينج لوس لحد الان ما عم يشتغل الموضوع. So maybe it needs some time. Neurons are what give intelligence to the system. Okay. ف tall يعني احنا هلا عندنا two hidden layers. Okay. حاليا بدأ ينقص test loss، صار 0.3. طيب، احنا عندنا two hidden layers. كل ما ضفنا layers كل ما صار generalization أكتر، كل ما ضفنا neurons كل ما صار في عنا memory أكتر. بتتحسن الميموري و بيكون I think these are like features. Each feature has a weight. هون عنا ال weight، يعني مثلا هون عندنا البايس 0.38. I can edit this number بس I don't know how، يعني ما بعرف كيف اسوي لها edit. ف اوكي، سو هلا بنلاحظ انه صار fluctuation. اوكي، لسه التريننج لوس عم ينقص. if it reaches zero that means that خلص، يعني if it sticks التريننج لوس sticks يعني أكيد التست لوس ما راح يتحسن. اوكي، سو بنلاحظ بحالتنا انه النتورك تاعتنا it's too stupid، ما فيها enough neurons لانه كتير عم تاخد وقت. يعني احنا هلا وصلنا 4000 steps، هاي معناها انه اخذنا وقت كتير، والتست لوس لساته 30%. So it's not good. So what we are gonna do is add layers مثلا 4، وراح نسوي add لنيورونز. مثلا هون عنا ال 8 maximum، هون ممكن نضيف مثلا 6، هون 6، وهون مثلا 8. اوكي، اوكي، سو هون في شوية ستيكينج. طبعا لو التريننج لوس كان كتير واطي، كتير كتير واطي relative to the test loss، معناها انه عندنا مشكلة اسمها overfitting، وعشان نحلها ممكن نستخدم regularization. regularization هذه بتقلل ال overfitting وهاي الأشياء. نقدر نشوف هون الجراف، يعني هون عنا fluctuations، lots of oscillations. برضو ال learning rate يعني لو كان كتير 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 صغير أو كتير كتير كبير رح يصير عنا مشكلة. يعني مثلا لو أنا سويت هيك ما رح يصير إشي، ولو أنا سويت مثلا 10 يعني ما رح يصير إشي، رح ال error كتير عالي، يعني الستبس مش صح هيك.
فأفضل شيء 0.01 أو 0.03 أو 0.03. أوكي خلنا نعمل again. أوكي بس what I found that helps يعني after يعني is الريليو كتير أسرع والregularization أوكي ما بنحتاجه. نقدر نلاحظ انه شوي قاعد عم يشتغل الموضوع، صار التست لوس 10%، ففي تحسن. فالريليو I guess it's better بس I don't know which is better 0.03 ولا 0.01 للليرنينج ريت، so I guess it's a matter of luck. So now احنا عنا نزلنا في شوية fluctuations. طبعا one thing that improves the result انه لما نعمل regenerate لداتا احنا we're training with more data، ف the more data you give the deep learning كتير بيتحسن. يعني انا هلا لما سويت regenerate نزل نزل كتير يعني تحسن اكتر، يعني ببين هذا الشيء. يعني لو هيك عملت مثلا 0.00 صار يعني صار كتير كتير قليل يعني. اوكي هون في عنا شوية fluctuation، فممكن نستخدم L1 أو L2. طبعا هاي الريجنريت كتير بتساعد صراحة، و sometimes the results are not consistent. هذا اشي بدايقني انه مرات بتزبط مرات لا، يعني ما بعرف كل مرة بتتغير. يعني هون مثلا عنا شوية مشاكل، بس اذا سويت ريجنريت للداتا راح تنحل كتير مشاكل. اوكي ايش صار؟ So honestly it's a matter of حظ يعني برأيي. يعني هلأ لو أنا حطيت regenerate من الأول طبعا انا بكبس ريجنريت كل شوي. اوكي تيست لوس ريتشد 0.003 او 0.004 اند اتس لحد الان اتس ستيبل نوعا ما اتس ستيبل. اوكي هلا وقف. فا it's very dependent on the data صراحة. بدي أجرب إني أضيف layer وأخليه مثلا هيك. أوكي
So مع 5 layers حسيت إنه ال it converges much faster. I'm not quite sure. ف we can just wait and see. و I think هاي regenerate كتير بتساعد. يعني أنا هلأ مثلا اوكي ما بعرف هلا يمكن هو كان في كتير memorization لانه ال too much neurons بيعمل too much memorization فبيكون عندنا overfitting بس too many layers بيعمل معنا generalization فممكن انه ما يكون very accurate يعني الريزلت ف I don't know صراحة طيب خلنا نجرب انه نضل نكبس من اولها بهاي الطريقة I think احنا بنقلل الميمورايزيشن وبنقلل الجنراليزيشن كمان لانه when we have a lot of data يعني بيكون احسن طيب احنا وصلنا 0.0 test loss by regenerating the data many times okay training loss يوصل صفر ما يعني ما رح نتوقع انه التست loss يصير اصغر من هيك alright so I guess انه هيك هاي اخرها يعني this is the best it can do so طبعاً adding too many neurons can make the algorithm slower بس at least it can work يعني يعني هون it's بسبب الفراغ اللي هون it's understanding the data وطبعاً ال training loss reached zero very fast so reduce overfitting بنستخدم regularization L2 بيعمل انه ال weights should be as small as possible L1 بيعمل انه use few inputs as possible ف انا لاني بس بستخدم 2 inputs استخدمت L1 بس I guess this is not what this is used for يعني So أنا رح أحاول إني أغير هاي ل L2 طيب
أنا حاسة إنه الألوان كانت أحسن. ممكن نجرب على فكرة، نحط بس نوصل للألف ونشوف شو بيصير. أوكي، أنا شايفة إنه هون it's not working، so أنا رح أحط ألوان وبنرجع نعيد. طبعا هون نزل هيك على طول فكان سريع. انا ما بعرف شو بصير لو غيرت الويت، يعني فلنفرض لو غيرنا هذا الويت حطينا مثلا زدناه للواحد، ايش بصير؟ اه لا، بصير كتير اسود. طيب فلنفرض لو قللناه. اوكي، سو الظاهر لازم نترك الالجوريثم تسوي شغلها لحالها. طبعا التريننج لوس از زيرو، سو وي هاف تو تشينج سمثينج تو امبروف. طبعا الماكسيمم هو 8، فأنا هلا عندي 8 8 8 8 6، ف it's too much يعني. بس نشوف. So I'll regenerate the data. اوكي، بدأ انه يستقر الموضوع. تمام، حلو حلو هيك it's working، لانه test loss is below 0.005 and we have a quick system لانه it's below 1000 epochs. So I guess we can just pause here and claim that we have a working system. So this is the solution to the spiral dataset.